دكتور، انا مش عارفه، انا بتخيل ان عدد كبير جدا من الناس بتعاني من المشكله اللي انا قلتها في الانترو، وهي ان وزنهم بيزيد مع انتهاء شهر رمضان. مش عارفه دي ملحوظه صح ولا غلط. هو ده طبعا ده ملحوظه صح جدا، ولكن احنا المفروض ان احنا بنخرج من شهر رمضان خاسين او محافظين على وزننا، ولكن اللي بيحصل ان احنا بنخرج فعلا زايدين، وده نتيجه عادات غلط اتعودنا عليها خلال شهر رمضان. ان احنا مثلا بناكل كميات كبيره جدا ساعه الفطار، بناكل كميات كبيره جدا ساعه السحور، وما بيكونش في وجبات في النص بينهم، فبالتالي ده بيرفع من الوزن جامد جدا. بناخد اكتر من احتياجاتنا اللي احنا المفروض ناخدها على مدار اليوم، ففي ناس كتير قوي بتطلع من، او اغلب الناس بتطلع من رمضان زايده. ده حقيقي، يعني ده بنلاحظه على طول على مدى السنين اللي فاتت، انه يخلص رمضان نبقى زعلانين ومتضايقين لانه حاسين احنا زدنا في الوزن. طيب حضرتك بتقول انه احنا بنركز على وجبة الفطار ووجبة السحور فقط لا غير، ولكن انا بلاحظ ان كتير مننا من الفطار للسحور بيفضل مستمر في الاكل، يعني ما بيتوقفش. ما هي بقى الفكره، حلويات شرقيه ماشي، بسبوسه وكنافه ماشي، عصاير بقى بانواعها المختلفه، وما ادراك بقى ما العصاير، يعني مليانه سكر بشكل فظيع، هنحب نزود السكر قوي في العصير، بالظبط. فالدنيا بتبوظ مننا خالص. المشكله بقى في ان احنا بناكل حاجات سكريات كتير على اساس او على مبدا ان احنا طول شهر رمضان بنصوم وفي صيام، ففي مجهود، فانا محتاج اعوض اللي انا المفروض فقدته على مدار اليوم، فببدا اكل حاجات زياده عن احتياجاتي. وطبعا الحاجات دي بتكون سعراتها الحراريه عاليه جدا، نسبه الدهون فيها بتكون عاليه جدا، كل ده بيبدا يتخزن على هيئه الدهون. المفروض والنظام الصح اللي احنا المفروض كنا نمشي عليه في رمضان ان احنا بناخد الفطار، وجبه الفطار بتكون بسيطه جدا، او بنفطر على مثلا تمر ولبن او عصير، وبنستنى حوالي من نص ساعه ل 45 دقيقه، بحيث ان احنا نرفع معدلات السكر بشكل متوازن ومظبوط تدريجي. حته شراهه الجوع تقل شويه، لان احنا طبعا ساعه الفطار بنبقى عندنا شراهه، عايزين ناكل كل اللي موجود على السفره. فبالتالي لو احنا خدنا السكر بتاعنا مظبوط في الاول كفاكهه عصير او لبن، وبعد كده نستنى شويه لما مستويات السكر تبدا تعلى، وبعد كده نبدا ناخد الوجبه بتاعتنا. الوجبه بتكون بسيطه جدا، لو فيها مثلا شوربه حاجه دافيه تدخل المعده، وفيها طبعا النشويات زي الرز او مكرونه عادي جدا، والبروتين بتاعنا فراخ او لحم او سمك، والخضار طبعا او السلطه، كل الحاجات دي بتكون كمياتها متوسطه، مش بناكل كتير، لان احنا خلاص بيبقى احساس الشبع عندنا بدا يعلى. السكر لما بيبدا يعلى في الجسم بيدي مؤشرات للمخ ان انا احتياجي من الاكل خلاص بسيط، اللي احنا شعرنا بالجوع ده نتيجه انخفاض مستوى السكر في الجسم. يعني تمام كده، اهدى، انت شبعت، بالظبط. فهو بيبدا يدي اشارات، هتاخد حاجات بسيطه بس اللي هو ايه، نملى بيها المعده. بعد كده بنبدا خلاص بقى احنا خدنا الفطار بتاعنا، بنرتاح مثلا حوالي 3 ساعات، وبعد كده بناخد وجبه بينيه. الوجبه دي بقى ممكن تكون برضو جزء من الغداء، او ممكن تكون لو حتى عايزين بقى ناكل حلويات، او نفسنا مثلا في الكنافه او في القطايف، بتبقى برضو قطعه صغيره مع مثلا عصير او حاجه او فاكهه، ويستحسن نكون يعني الفواكه ناكلها مش نشربها عصير، لان طبعا بتكون فيها فايبرز فبتديني احساس بالشبع اكتر. وبعد كده الوجبه اللي المفروض بناخدها بتاعه السحور برضو بتكون شبيهه للوجبه بتاعه الفطار، وجبه صغيره بنبدا ان احنا نحافظ بيها، حتى يعني مش احنا مش بنخزن، احنا الناس بتبقى عندها اعتقاد ان احنا بنخزن، لكن انا مجرد ما خدت اكتفايتي واحتياجاتي على مدار الفتره بتاعه الفطار، انا بقدر ان انا اكمل يومي عادي جدا بدون اي تعب. طيب ليه حضرتك يعني نصحتنا او اقترحت علينا ان احنا نبدا الاول باللبن وبالتمر؟ لانه كتير جدا من الناس الحقيقه اخصائيين التغذيه العلاجيه دايما ينصحونا بالتمر واللبن عشان نكسر بيهم صيام. انا دايما استغرب ليه، لانه التمر من الحاجات الغني جدا بالسكريات، وسعراته الحراريه تعتبر من الحاجات العاليه جدا، ولكن حضرتك نصحتنا نبدا بيه. الفكره احنا كده ده مش هيزودنا في الوزن مثلا؟ لا لا خالص، احنا ما بناخدش يعني التمر ده، يا اما بناخدهم 3 تمرات او 5 تمرات، العدد بتاعهم ده بيكون السيرف او الجرعه اللي احنا المفروض بناخدها كفاكهه. الميزه في التمر ان هو زي ما حضرتك،
كفاكهة. اه الميزة في التمر ان هو زي ما حضرتك قلتي هو فعلا سكره عالي، وهو ده الهدف الاساسي من ان احنا ناخد تمر. التمر لما بيكون سكره عالي زي ما قلت لحضرتك بيدي مؤشرات للمخ ان احنا ارتفع مستوى السكر، فبالتالي مش محتاج ان انا اقعد وقت طويل جدا. في بعض الفواكه بتكون فيها الياف وفايبرز بتكون عالية بتأخر ارتفاع مستوى السكر، فبالتالي انا هقعد وقت طويل لحد ما احس الاحساس ان هو انا وجبة، فانا مش عايز الاحساس ده اللبن، علشان برضو التمر مهما كان هو سكره عالي، فاللبن شوية بيبطئ حتة السكر، وفي عشان نفس السكر ما يرتفعش بشكل سريع بالظبط جدا. يعني ما يطلعش في خلال مثلا ربع ساعة ويرجع يقع تاني، لكن اللبن بيبطئه شوية فممكن يقعد نص ساعة. في نفس الوقت اللبن فيه بروتين وفيه دهون صحية نقدر ان احنا نعتمد عليها كنوع كوجبة صغيرة جدا، واستنينا بعدها من نص ساعة ل 45 دقيقة لحد ما نبدأ ناخد الوجبة التانية. فبالتالي هو بيبقى افضل حاجة احنا ممكن نفطر عليها او نكسر بيها الصيام، علشان ما نكونش يعني السكر بتاعنا واطي جدا وهو يبدأ يرجعه للمعدات الطبيعية. طيب طبق الشوربه ده من يعني من اكتر الحاجات، او كان من اكتر الحاجات اللي المصريين دايما كانوا متعودين يفطروا عليها. يعني لو احنا ما بنشربش شوربه طول السنه، دايما بنيجي في الشهر الكريم نتفنن في يعني صناعه الشوربه او طبخ الشوربه، ونعملها بانواع كتير مختلفه وباطعمه مختلفة. النهاردة شوربة كريمة، بكرة شوربة طماطم، بعده شوربة بصل، شوربة عدس. يعني احنا عندنا انواع كتير جدا من الشوربة، يعني المصريين بيحبوها جدا بالذات خلال الشهر الكريم. ايه اهمية ان انا ابدأ او اكثر صيامي بطبق الشوربة؟ الشوربة فيها ميزة، او احنا ليه بنهتم بالشوربة في شهر رمضان؟ لان الشوربة من الحاجات اللي احنا عندنا احتياج للسوائل، فبدل ما احنا مثلا ساعة الفطار نشرب مثلا لتر مية، لا انا ممكن اشرب كوباية مية واشرب طبق شوربة، يبقى انا شوية اداني الاحساس بتاع ان انا خدت برضو سوائل ولكن ذو قيمة. كمان الطبق الشوربة بيكون فيه ميزة ان هو بيدينا احساس بالشبع شوية، يعني لو الناس اللي هي شهيتها كبيرة، او الناس اللي بتاكل كميات كبيرة، او الناس اللي هي حجم المعدة عندهم كبير بيحد شوية من الشهية، او بيملى البطن شوية. بيملى البطن شوية، هو الفكرة ان هو بيملى البطن وقتين، فبالتالي الاحساس بتاع الشبع بيكون قل شوية، وفي نفس الوقت بيحصل امتلاء للمعدة. فالامتلاء بتاع المعدة ده بيخليه ما ياكلش كتير، وفي نفس الوقت نبقى استفدنا من السوائل، سواء ان احنا بدل ما ناخدها مية بس، لا احنا خدنا سوائل ذو قيمة. طيب شوربة، وبعد كده ناخد بقى الطبق ناخد الاساسي بقى الرئيسي بتاعنا، سواء كان في مكرونه او ان كان في رز، طبعا بقى على حسب الكميات. يعني النشويات دي اساسي لازم تكون موجوده، ما ينفعش ان احنا نشيلها في رمضان، لان احنا في فتره الصيام والجسم بيبقى محتاج طاقه على مدار اليوم، بس بتكون طبعا الكميات كويسه. طبق السلطه مهم جدا، طبق الخضار مهم جدا، وطبعا لازم يكون في بروتين ساعه الفطار زي الفراخ او اللحمه او السمك. لازم كل يوم اخد نسبة من لازم يبقى في البروتين؟ نسبة من البروتين، ما ينفعش بيبقى، لان نسبة البروتين احنا طول فترة الصيام بيحصل هدم للعضلات، بيبقى في مجهود، بيبقى محتاج صحيح. ان احنا نعمل ريكفري للعضل، سواء كان مثلا عن طريق الاكل عشان ما يبداش، ما نخلعش من رمضان واحنا بنخسر عضلات. حتى لو احنا مش بنمارس رياضه او حاجه، ولكن ان احنا نحافظ على حجم العضلات ده شيء صحي يغنينا عن اي مشاكل تانية. طيب عشان الناس دلوقتي تتفرج علينا وهتقول لنا يعني اسعار اللحوم والفراخ ممكن تكون مرتفعه، فاحنا مش هنقدر ان احنا بطبيعه الحال ناكل لحمه وفراخ كل يوم، هل ممكن انا اعوض البروتين الحيواني ده بانواع مختلفه من البروتين النباتي فتدينا نفس القيمه الغذائيه، فبالتالي انا ابقى بعوض الحته اللي ناقصاني دي وباخد بروتين بشكل يومي؟ ممكن طبعا هو مفيش حاجه بتعوض البروتين الحيواني بشكل مباشر او بشكل صريح، لان هو لا غنى عنه، لان هو فيه احماض امينيه الجسم ما بيقدرش تكون موجوده منه، مش موجوده في البروتين النباتي.
فبالتالي احنا بنحاول نكون في بروتين حيواني، ولكن لو مش موجود بنبدأ ناخد بروتين نباتي، ولكن عشان نقدر نعوض ده بنحاول نعمل ميكس ما بين مثلا اي نوعين بروتين نباتي. نوعين من البروتين النباتي؟ يعني مثلا زي يا دكتور زي الكشري مثلا. الكشري ده من احسن الحاجات اللي بيكون فيها ميكس ما بين اتنين بروتين نباتي، ممكن مثلا في حمص وفي عدس، او ان احنا نعمل مثلا ميكس ما بين بروتين نباتي وما بين اي نوع من انواع النشويات، زي مثلا شوربة العدس لو احنا مثلا زي الناس بتحب شوربة العدس او بتحب العدس عموما، بيبقى فيه مثلا رز وعدس مع بعض او رز وشعرية مع بعض، يعني نوع من انواع البروتين النباتي مع النشويات اللي موجودة، بنقدر شوية نعوض شكل البروتين الحيواني في الجسم. خاصة يعني ان رمضان السنة دي جاي في الشتاء، فالناس هتحب قوي يعني شوربة العدس من الحاجات اللي احنا عملناها كتير خلال بالزبط. الشهر الكريم. طيب دكتور، يبقى احنا قلنا ان احنا هنحاول ان احنا نبدأ بالتمر واللبن للناس اللي بتحب، لانه في ناس كتير تقول لك انا يعني بصراحة مليش قوي في التمر واللبن ابدأ بيه او اكثر بيه صيام، يعني انا ممكن ابدأ بطبق الشوربة وبعد كده اصلي وبعد كده ادخل بقى على الطبق الرئيسي اللي حضرتك شرحت مكوناته دلوقتي، اللي يكون بيحتوي على بروتين بقى سواء كان نباتي او حيواني. بالظبط. بيحتوي على نشويات لانها نشويات مهمه جدا، والخضار او السلطه والخضار. دول مهمين جدا برضو يكونوا موجودين. طيب للناس اللي الشبع عشان يوصلوا للشبع بياخد معاهم فتره شويه، يعني ما بيشبعوش على طول او بسرعه، طبق الشوربه ده من الحلول الهايله لانه بيملى البطن او المعده، وبرده من الحلول الثانيه ان احنا احساس الشبع يزيد ان احنا نزود طبق السلطه او نزود طبق الخضار. ده من الحاجات اللي بتدي احساس بالشبع بسرعه بين الناس اللي بتحب تاكل كتير، بتبقى عايزه حاجه تملى المعده. السلطه بتحتوي على فايبرز كتيره جدا، خصوصا لو كانت السلطه ميكس وفيها الياف كتيره قوي، دي بتديهم برضو احساس بالشبع كبير في وقت الوجبه. يعني طبق سلطه حلو كده محترم. بالظبط. وطبق الخضار ده بالنسبه لهم هيكون كافي جدا. وطبق خضار. طيب طبق الخضار يكون قد ايه يا دكتور؟ يعني لو احنا عايزين نخرج من شهر رمضان ما احناش زايدين في الوزن، ناكل خضار باي كميه ولا لا؟ يعني ولا الخضار كمان لازم نبقى حاسبين له حساب؟ لانه في ناس تقول ايه ده خضار اكل منه زي ما انا عاوز ومش هتخن وسعراته الحراريه قليله جدا. هل الخضار بيتخن؟ الخضار مش بيتخن بالمعنى الحرفي، ولكن برضو اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، فبرضو هي ليها كميات احنا المفروض بنتعامل عليها، الكميات دي مختلفه من شخص للتاني، ولكن طبق الخضار اللي هو المتوسط للشخص الكبير او البالغ عموما يعتبر كويس جدا. يعني اغرف قد ايه يا دكتور؟ يعني مثلا من 5 ل6 معالق خضار، ده يعتبر كويس جدا. السلطه برضو على فكره 6 ده يعني معلقه كبيره، معلقه كبيره اللي هي معلقه الاكل مش معلقه الغرف، معلقه الاكل اللي احنا بناكل بيها 6 معالق مثلا. 6 معالق خضار، يعني هو مش كميه كبيره قوي بس برضو مش كميه. احنا لما نيجي نجمع بقى نشوف بقى احنا هناخد مش 6 معالق. مغرفه يا جماعه، خلوا بالكم. بالظبط. الناس ممكن يعني يختلط عليها. لو مش مغرفه، لا لا لا، معلقه الاكل اللي احنا بناكل بيها 6 معالق. 6 معالق. ممكن للوهله الاولى تحس ان 6 معالق قليله، بس لما نيجي نشوف مثلا 6 معالق خضار وست معالق رز وست معالق سلطه، توتال هتلاقي الوجبه كبيره مع مثلا قطعتين لحمه او احنا قلنا كم معلقه رز؟ 6 معالق مثلا رز، 6 معالق رز وست معالق خضار وست معالق سلطه مع قطعه الفراخ او قطعه اللحمه وطبق أو قطعة الشوربه السمك قبليهم. وطبق الشوربه وجبه كبيره جدا احنا مش محتاجين. هي دي بقى الفكره، ان احنا مش محتاجين نخلي حجم المعده كبير، هو ده الحجم المتوسط لاي حد ممكن يكون بيحافظ حتى على وزنه. طيب دكتور، حياتك اللي جبت السيرة وانا اكيد لازم هسألك، حياتك قلت احنا مش عايزين نخلي حجم المعدة كبير. في ناس بتقول انه هي اللي كانت السبب في انه معدتها تكبر او توسع، او ان هي تبقى عايزة تاكل بكميات اكبر بكتير لانها وسعت معدتها. انا دايما لما يتقالي التعبير ده مبقاش فاهماه قوي، يعني ايه شخص هو اللي ساهم في انه معدته توسع زي ما بيقولوا او ياكل كميات اكبر؟
هي المعدة بتوسع بالظبط. وبتكش. المعدة بتوزع لو احنا عايزينها توسع بتوسع، لو احنا هي لو قلة الاكل بيخليها تقل شوية او تخليها تكش برضو. ده بيحصل بقى ازاي؟ لو فرضنا مثلا ان شخص عادي جدا بياكل 6 معالق رز، فجي في مره مثلا مامته او زوجته او اي حاجه عملت له بدل 6 معالي حطت له 8 معالي، فبالتالي هو ما كانش يعرف، هو يعني حطت كده تقريبا يعني، فهو بعد ما كل الستة لقى فيه شويه معلقتين في الطبق باقيين، استخسر طيب يرميهم. هرجعهم هاكلهم وخلاص. طب باقي معلقتين خضار اسيبهم؟ لا هاكلهم. طب باقي معلقتين سلطه، وهكذا بقى. كل مره هو جه على نفسه في معلقتين، لما هيجي على نفسه في معلقتين مش هيحس بيهم، بس المعلقتين دول هيفرقوا في ان هم يخلي حجم المعده، هيوسعها بقى معدته بالظبط. زي ما وهي دي حضرتك النقطه اللي حضرتك قلت عليها، الخضار. ما انا باكل خضار باكل بكميات كبيره، في الاول وفي الاخر هي هتبقى البوشنز او الكميه اللي بتنزل للمعده كبيره، فهنا الضرر بتاع الخضار مش في ان هو هيزودني، او الضرر ان هو هيوسع حجم المعده مع باقي الوجبه. هايل، كان مهم جدا نفهم النقطه دي. يعني انا ما بقولش ما تاكلش خضار كتير عشان هو مليان سعرات حراريه او دسم او كده، لا انا بقول عشان فكره انه المعده توسع من الكميه الكبيره اللي انا باخدها، بالظبط. فبالتالي انا يعني ممكن اكون باخد خضار كميه كتيره يعني، وبعد شويه الاقي نفسي بقى عندي شراهه اكبر لكميه اكبر، وبالتالي بقى هيبدأ يزهق من الخضار فيدور على حاجات تانية. لو انا فعلا عايز اكل خضار بكمية كبيرة، لازم اشيل جزء من باقي الوجبة علشان احافظ على حجم المعدة. يعني سي انا لو باخد 6 معالق، 6 معالق نشويات، 6 معالق خضار، 6 معالق سلطة، وانا محتاج خضار اكتر من كده، هقلل ال6 معالق بتوع النشويات او بتوع الرز، خليهم 3 وخلي الخضار 9، بحيث ان انا احافظ برضو على حجم المعدة يكون زي ما هو، ما يزيدش بكميات الاكل الكبيرة. طيب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يمكن يحبط بعض الناس، لان ممكن يقولوا لنا ايه، طب انتوا بتقولوا لنا يعني كده حاجه احنا عملناها خلاص، يعني احنا متعودين على كميات كبيره من الاكل، ما بنشبعش غير بكميات كبيره من الاكل، فبالتالي احنا يعني كان لينا دور في ان معدتنا توسع، فدايما نبقى عاوزين ناكل كميه كبيره عشان نحس بالشبع. طيب هي الناس دي تقدر تعمل حاجه عشان ترجع معدتها بقى لحجمها الطبيعي، او تخلي معدتها تكش فبالتالي تاكل كميه اكل اقل من اللي كانت متعوده تاكله قبل كده فبالتالي تخس؟ ممكن نبدا نعمل زي ما قلت لحضرتك تدريجي بقى. يعني لو مثلا سي حد مات، حد ماتته كبيره، فما ينفعش معاه 6 معالق رز، او ما ينفعش معاه 6 معالق خضار، فبياكل مثلا 10 رز و10، نبدا نقلل مثلا كل يوم من معلقه لمعلقتين مثلا، بحس ان انا اقلل حجم المعده، هو مش هيقوم جعان، وفي نفس الوقت مش هيبقى شبعان فل، يعني مش هيبقى شبعان بالدرجه بتاعت الامتلاء بتاعت كل يوم. فلما نقلل المعلقتين دول هيبدا يسمع بعد كده، مثلا بعد 3 4 ايام يلاقي نفسه ايه، لا خلاص انا مش قادر اكل معلقتين زياده، اقلل معلقتين تانيين، وهكذا على مدار اسبوع ممكن يرجع تلاقيه بياكل 6 معالق جدا كويس جدا، ويبقى ده خلاص بالنسبه له نوع من انواع ان انا خلاص ده الحجم اللي انا باكله من الوجبه، وبيشبع من الكميات دي. وبيشبع. هي الموضوع تدريجي، في الاول مش هيقوم شبعان، بس هي لازم يبقى عنده القدره ان هو ما يقومش شبعان 100%. يعني احنا لو ماشيين على نفس المبدا ان احنا بناكل ما نشبعش قوي، ونقوم مثلا زي كده على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس، فاحنا لو هو ده اللي المفروض اصلا نعمله عشان معدتنا ما تتعبش. يعني احنا بنتكلم بقى مش ريجيم ودايت، واننا يعني مش بنتكلم على قصه الدايت او الخساسين، احنا بنتكلم على حياه صحيه، معده صحيه. يبقى اللي حضرتك بتقوله ده ان احنا مش لازم نقوم واحنا فول، يعني مش لازم نقوم واحنا مش قادرين نتنفس بالظبط عشان نبقى حاسين كده ان احنا تمام. هي الموضوع بيكون لايف ستايل، لو صحيح. حد اتعود ان هو يقوم من غير ما يكون شبعان هيبقى ده بالنسبه له العادي بتاعه. فده بنحاول ان احنا نعوضه على الاقل تدريجي بقى، تدريجي واحده واحده خلال شهر رمضان او حتى بعد رمضان. غير مع الوقت يعني بالزبط. انا لازم اعمل ده لفتره طويله فبالتالي معدتي ترجع مره تانية. مش فتره طويله قوي، يعني في خلال اسبوع يعني بيبدا المعده تتاقلم على الوضع. خلال اسبوع يا دكتور؟ خلال اسبوع تدريجي المعده بتتعود على اي اكل، زي ما احنا كده بنتعود. بعد 40 يوم اي عاده غلط ممكن تكون بتعملها بالزبط. ممكن بتروح. تغيرها خلال 40 يوم.
هي فعلا دي حقيقة، بس احنا مش الموضوع مش بالنسبة لنا عادة على قد ما هو احنا بنقسم وجباتنا وبنقسم الكميات بتاعتنا. زي ما احنا كده في اول رمضان ما كناش قادرين، اول يوم رمضان متعودين ان احنا نصحى الصبح نفطر فجعانين جدا، فاول يوم بيبقى صعب، تاني يوم بيبقى شوية، تالت يوم بتحس انك اتعودت شوية. الناس اللي متعودة تشرب الصبح قهوة او تشرب نسكافيه شاي. او الشاي، فده كان بالنسبة لها في الاول صعب. يعني بعد بيجيلهم تلات ايام صداع اول كام يوم وبعد كده في اول يومين بالظبط، تالت يوم بيبدأوا يتعودوا، رابع يوم بقى خلاص درب المعدة بتتعود على اي وضع في خلال 72 ساعة. ده حقيقي، ده حقيقي. نفس الاحساس برضو بس يمكن بنحسه الاحساس بالجوع، لا معلش بيطول شوية اكتر، بيطول شوية. شوية بنبقى يعني الناس اللي بتعمل كده، اللي بتحاول تصغر حجم معدتها، لا بيتعذبوا شوية في الاول، يعني ما الناس اللي بيحصلش بتاكل الموضوع كتير والناس اللي عندها شراهة هي اللي شوية في أول رمضان بتكون حاسة بالتعب في خلال أول 3 4 أيام، وإحساس الجوع بالنسبة لهم بيكون جامد جدا. نفس الإحساس ده بيوصل لنا برضو بعد رمضان ما بيخلص، لأن بيبقى إحنا برضو مش متعودين على نظام أكل معين، إحنا بنفطر في مواعيد معينة، الغداء في مواعيد، السحور في مواعيد معينة وهكذا، فبناخد وقت لحد ما بنتعود ان احنا نرجع يومنا تاني ويبقى فيه وجبات. طيب في ناس النهارده وهي بتتفرج على الحلقه دي هتقول ايه؟ يا جماعه انتوا بتقولوا عكس اللي بيحصل معايا، يعني انتوا بتقولوا ان معظم الناس خلال شهر رمضان بتخرج من شهر رمضان زايده في الوزن وده بيبقى مضايقها قوي، ولكن انا بيحصل معايا العكس، ده انا بخس في شهر رمضان، ده انا ما بعرفش اخس غير في شهر رمضان. يعني الناس اللي بتخرج من رمضان خاسه دي ايه اللي بتعمله صح عشان يقدروا يستغلوا الشهر الكريم في ان هم يطلعوا خاسين او فاقدين وزن؟ الناس اللي بتطلع خاسه في شهر رمضان يعني بيبقوا نوعين، يا اما حد منظم اكله جدا زي ما احنا قلنا في الاول ازاي بينظم الاكل وتقسيمه الوجبات وكم مره والكميات من خلال الفطار لحد السحور، او ان هو عنده مثلا مشكله في ان هو مش قادر ياكل كويس، بمعنى ما بيقدرش ياكل مره واحده او مرتين، فبالتالي بيبدا الحجم بتاع الوجبه بيكون قل جدا، وبيبدا برضو يفقد الشهيه تدريجي، فبالموضوع بدل ما هو بيكون وزنه قل بشكل صحي، لا ده هو ضعف اكتر وبقى عنده سوء تغذيه. فهو ده السبب اللي الناس بتطلع منه، سواء كانوا خاسين بشكل صحي او مش خاسين بشكل صحي. واحنا عاوزين نطلع خاسين بشكل صحي بالظبط، وهو ده الافضل، هو ده اللي احنا بنبقى عايزينه في شهر رمضان، نخرج من شهر رمضان مع ناس زايدين في الوزن ونبقى خاسين بشكل صحي. يعني لانه برضو في ناس كتير بتقول ايه، انا كل الناس اللي بتشوفني على اخر رمضان تقول لي انت مالك، انت عيانه ولا ايه، احتمال وشك كده لونه اتغير، بقى شاحب، بقى اصفر، وشك ما بقاش فيه حيويه. ناس كتير قوي بتشتكي من القصه دي، ودي نتيجه ايه يا دكتور؟ قله الميه مثلا في لا مش قله الميه، طبعا قله الميه في خلال فتره الفطار لحد السحور في الميه بتكون قلت، ولكن في جزء تاني بان هم ما بياخدوش الفيتامينز الكويسه او المينرالز، يعني الاكل بتاعهم بيفقد جدا القيمة الغذائيه بتاعته، ما بياخدوش حاجات فيها حديد، ما بياخدوش حاجات فيها كالسيوم، فيتامين سي، مش مهتمين بالفاكهه، مهتمين بالحاجات اللي فيها سكر اكتر، الحلويات اكتر، كل الحاجات دي ما بياكلوش بروتين كويس، في ناس ما تقدرش تاكل فبتمنع البروتين، ناس ما بتاكلش الفراخ او اللحمه او السمك، طبعا مع الصيام والمجهود الموضوع بيزيد اكتر. دي ناس حضرتك بتتكلم مثلا عن الناس النباتيين؟ ده لو الناس نباتيين، ولكن انا بتكلم بشكل عموم، في ناس حتى لو مش نباتيين بس مش بيحبوا مثلا لحم خالص، ما بياكلوش لحمه نهائي، فبيفقدوا فيتامينز مهمه جدا، في ناس ما بتاكلش سمك خالص، في ناس ما بتاكلش فراخ خالص، في الايام العاديه بيقدروا يعوضوها على مدار اليوم بحيث الاحتياجات ما تبقاش كبيره، لكن في فتره الصيام وان احنا نقعد 16 ساعه صايمين وما فيش اكل بتبدا الحاجات دي تظهر، لو حد عنده انيميا بشكل بسيط بتبدا تظهر اكتر في شهر رمضان، لو هو مش بياخد الاكل بتاعه احتياجاته يعني سواء كانت حديد او فوليك اسيد او فيتامين بي او جميع الفيتامينز اللي المفروض بيحتاجها الجسم. طيب انا يعني سؤالي يمكن بره شويه بس هو خاص بالتغذيه، الفيتامينات يا دكتور، كتير مننا دلوقتي بقى في اسلوب حياته معتمد جدا بشكل اساسي على الفيتامينز او الفيتامينات في يومه،
يعني انا كده ما يعديش اليوم الا لما اخد مثلا حبايه فيها مالتي فيتامينز او مجموعه من الفيتامينات المعينه، او في ناس مثلا تقول لك انا اكتر حاجه ببقى محتاج لها هو فيتامين زي او فيتامين بي او الفوليك اسيد مثلا زي ما حضرتك قلت دلوقتي. ايه اهميه ان انا اخد فيتامينات، وامتى الفيتامينات ما تبقاش حاجه صحيه ابدا، وانا ممكن اخد الفيتامينات دي من الاكل اللي انا بدخله معدتي؟ يعني انا مش بحاجه ان انا اخد كبسوله فيها فيتامينات معينه، ولكن الاكل اللي انا باكله ده هو اللي هيدخل لي الفيتامينات اللي انا محتاجها. اول حاجه احنا الفيتامينز ما ينفعش ان احنا ناخدها از سبلمنت او كادويه او كتابلت مكملات او مكملات في حاله ان انا ما عنديش نقص او ما عنديش مشكله او في عدم استشارة الطبيب، لسبب لان احنا اولا ممكن نعمل يعني الفيتامينات على قد ما احنا شايفينها انها سهلة واغلب الناس عندها نقص في الفيتامين، ولكن لو حد عنده الفيتامين مظبوطة وخدها زيادة بيبدأ يحصل له حاجة اسمها التوكسايتي، يعني تسمم، تسمم من نوع معين من الفيتامينز، وبالذات في فيتامينات بتتخزن في الجسم زي دي مثلا، زي فيتامين دي او زي فيتامين اي او فيتامين اي او فيتامين كي، كل دول فيتامينز بتتخزن في الجسم، فبالتالي معنى كده ان الجسم ما بيقدرش يصرفهم، فالنسب العاليه منهم ممكن يحصل لي منها تسمم. بتتخزن في الكبد دي اقصد؟ بتتخزن في في جزء منها كبير بيتخزن في الكبد وفي وموجوده في الدم، فبالتالي التخزين بتاعها ده لو ما بيعلى عن الحد المسموح او المفروض، طبعا بقى بنعمل تحاليل وهي دي اللي بتبين ان كنا محتاجين او مش محتاجين. فطبعا لما بتعلى بتبدا طبعا احنا مش عارفين بقى بيبقى ليها اعراض ومشاكل كتيره جدا، وبيقول لك انا ما كنتش عارف حاجه، انا كنت باخد فيتامين عادي او باخد مالتي فيتامين، لكن لو حد عنده نقص او عنده نقص في او ديفشنسي في اي حاجه معينه كنوع من انواع الفيتامينز والدكتور كاتب له على ادويه او على مكملات ممكن ياخدها، دي ما فيش فيها مشكله. انا لو محتاج فعلا فيتامينز على مدار اليوم بتاعي اخده من الاكل، وده افضل شيء ان انا اخد كل الفيتامينز بتاعتي من الاكل، لان مهما كلت عمر ما الاكل اللي فيه نسبه الفيتامينز دي هيعمل لي توكسايتي او هيعمل لي تسمم في الدم. اكيد اكيد عمر النسبه ما هتعلى بشكل كبير، لان الجرعات بتاعتها بتكون بسيطه، ولكن الجرعات بتاعه الادويه او المكملات عموما بتكون مكثفه وعاليه، لانها بتعالج حاله مرضيه مش بتعالج حاله سليمه. يعني الاجابه على السؤال ده، لانه كتير جدا من الناس بتساله دلوقتي، انه انت مش هتاخد اي فيتامينز الا لما تعمل تحاليل تقول بالزبط. التحاليل دي ان انت عندك النقص ده او النقص في الفيتامين ده جوه جسمك، فبالتالي مش هتاخده كده بشكل عشوائي. لانه الحقيقه اغلبنا يعني حتى اللي عارف المعلومه دي كده سمعها قبل كده بيعمل كده. يعني انا شعري بيقع دلوقتي، انا هاخد فيتامينات لشعري. لا انا عارف شعري بيقع ليه ولا ايه الاسباب، لانه في مليون سبب. احنا بناخد من بعض، احنا المشكله ان احنا بناخد من بعض. انا مثلا عندي مشكله فجيت سالت زميلي حضرتك عندك مشكله، سالت زميلتك فهي بتقول لك، فهي بقى من وجهه نظرها ان نفس المشكله اللي عندها هي نفس المشكله اللي عندك، فبتقول لك على نفس الحاجه اللي هي كانت بتاخدها. الفيتامين كذا ده هايل، بالذات احنا كستات بصراحه، يعني الفيتامين ده للشعر هايل، هتسيبيه وهتشوفي نتيجه هايله، وممكن ما تبقاش مشكلتي زي مشكله صاحبتي يعني خالص، ويبقى الموضوع مختلف والسبب شكل والسبب حاجه تانية خالص. بس ولكن انا اخدت الفيتامين عمل لي السميه في جسمي بالظبط كده، وهو ده اللي وهو ده عمل مشكله وما بتبانش كمان. الحاجات دي بتظهر يعني على المدى بعد كام شهر، وفجاه يتفاجئ عنده مشكله وهو مش عارف سببها ايه، وده نتيجه انه كان بياخد فيتامينز هو الجسم مش محتاجه. فعشان كده احنا بنحاول نبعد عن الادويه او المكملات بشكل صريح، واخد الفيتامينات بتاعتي من الاكل، ده افضل شيء. انا هتكلم بقى بلسان الناس اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي. في حد هيرد يقول ايه؟ طب يا جماعه ما هو احنا اكلنا، انا بقعد ابص كده على اكلي خلال اليوم بلاقي ان اكلي ما هواش فيه كل الفيتامينات اللي ممكن تامن لي يعني حياه صحيه، بمعنى ان انا هو فين طبق السلطه اللي مليان الوان مثلا؟ انا ما مش موجود في يومي. هو فين البروتين؟ مش موجود في يومي. فبالتالي انا بحتاج ان انا اخد الحاجات دي عن طريق قرص او حبايه فيها كل الحاجات اللي انا محتاج لها وخلاص واريح نفسي. المشكله ان احنا بنستسهل،
يعني انا بدل ما اعمل طبق كلنا سلطه بصراحة كبير بقينا نستسلم. وفي خضار نعم كتير والوان كتير، او في فاكهه، او ان انا اخد احتياجاتي من الفاكهه على مدار اليوم، او اهتم بالوجبات بتاعتي، بستسهل اقول هاخد واحده فيتامين وخلاص، انا المشكله اللي عندي كده هتبقى راحت. لو واحد عنده نقص في الكالسيوم فانا هاخد كالسيوم، وبدل ما اكل مثلا بيض او لبن او جبنه او اي حاجه فيها كالسيوم، لا انا هاخد مكمل او سبلمنت كالسيوم وخلاص على كده، بحيث ان انا اسهل عندي من ان انا اقعد اكل كل ده. ولكن ده طبعا مش صح، لان الحاجات دي بتتراكم في الجسم. ابسطها ان الكالسيوم ده لو النسبه بتاعته زادت بيبدا يعمل حصوات على الكلى، الناس ما بتبقاش عارفه، فجاه انا الكلى عندي فيها حصوات فجاه بسبب ايه؟ كميات كالسيوم كبيره كانت بتاخدها من السبلمنت وهي مش عارفه، على اساس ان انا عندي نقص في الكالسيوم فانا باخدها وعلى فكرة ده بيحصل لمجرد مع ناس كتير، الكالسيوم. موضوع الحصوات ده بشكل مؤخر يعني او مؤخرا بقى عند ناس كتير، ويمكن هي ما تعرفش انه الفيتامينات بشكل عام، مش بس الكالسيوم يا دكتور، الفيتامينات بشكل عام يعني هتقلل المعلومة دي بشكل مباشر. بالظبط، الحصوات اللي حصلت لك دي نتيجة الفيتامينات اللي انت بتاخديها عشان من غير كل علم. الحاجات دي لو بيبقى زياده بتترصف في الكلى، لانها تعتبر صحيح فلتريشن لاي حاجه صحيح الجسم بيدخله غريبه، فعشان كده احنا بنحاول نبعد عنها، ونقول افضل حاجه ان احنا ناخد الاحتياجات بتاعتنا من الاكل طالما ما ماله عنديش طبق مشكله السلطة اللي صحيه. مليان ألوان يعني ماله؟ وبعدين حتى عشان نعود ولادنا على أكل صحي، يعني أنا بزعل قوي لما بلاقي ولاد صغيرين لسه طالعين الحياة ويعني يتحط قدامهم طبق السلطة، ما لا قرفانين مش عايزين ياكلوه، يعني تعودوش عليه لا وهم مش عايز صغيرين. طبق السلطة، حتى بتتقال كده بالظبط يا دكتور، مش عايز طبق السلطة جنبي ريحته بتضايقني. طيب يعني يبقى هو الطفل الولد ده مش متعود أصلا إن هو ياكل سلطة. لان هو ما شافش باباه ومامته صحيح متعودين ان هم ياكلوا سلطة، فبالتالي هو بيقلد او بيشوف اللي انا باخده. انا طلعت بابا وماما ما بياكلوش سلطة فانا مش هاكل سلطة، لمجرد ان هو ما شافهوش موجود. بعد كده لما بيكبر بيبدأوا يحاولوا ان هم يحطوا له السلطة، بيكون خلاص خلاص لا هو رفض بقى لانه هو ما تعودش اتعود. عليها من هو بالظبط صغير. كده، هي فيعني دي نفس الفكرة. عشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا نخلي ده حتى نكون قدوة للأطفال. طيب لسه احنا بنتكلم على شهر رمضان يعني زيادة الوزن اللي ممكن تحصل لنا في شهر رمضان، ودايما زيادة الوزن مرتبطة عندنا او بتحصل بشكل سريع في رمضان نتيجة الحلويات. يعني يمكن احنا ما بنجيبش حلويات غير، او يعني معظمنا ما بيجيبش الحلويات دي او ما بتدخلش البيت غير في الشهر الكريم، يعني دايما يا اما احنا بنزور ناس فواخدين لهم معانا حاجات حلوه حلويات شرقيه، يا اما ناس بتزورنا فجايبين لنا حلويات شرقيه، يا اما احنا ممكن نجيب ولو يعني حاجه كده نفرح بيها الولاد في البيت، بسبوسه كنافه، او الام تعمل قطايف في البيت. فدايما في الشهر الكريم حلويات على سفره رمضان. الحلويات دي يا دكتور نتعامل معاها ازاي عشان ما نتخنش؟ لانه احنا مش هنقدر نقول للناس دلوقتي ما تاكلوش حلويات خالص، لا ده شهر رمضان مرتبط عندنا بالحلويات الشرقية، نعمل ايه عشان ناكل الحلويات دي وما نتخنش بشكل مبالغ فيه، او نخرج من رمضان واحنا وزننا زايد قوي؟ اول حاجه ان احنا المفروض ما ناخدش الكميات كبيره من الحلويات، بمعنى وما نحطش اكتر من صنف. يعني مثلا زي احنا النهارده اكلنا كنافه، يبقى هي يعني في كنافه يبقى هناكل كنافه بس، ما يبقاش في كنافه وقطايف ومهلبيه كنافه وكنافه بالمانجا، بالمانجا كنافه بالشوكولاته، بالظبط. يعني كنافه بال كل ما الاختيارات زادت كل ما كانت الاكل كبير وما بقاش في كنترول عليه. فعلشان كده احنا مثلا لو هنخلي مثلا نوع واحد بس هو اللي موجود زي الكنافه، يبقى هي كنافه بس وباخد منها قطعه، بحيث ان انا اشبع رغبتي في ان انا اكل حاجه مسكره او ان اكل الحاجه الحلويات دي. طيب ما هي القطعه عندي بتختلف عن القطعه عند حضرتك، بتختلف عن القطعه عند المشاهد اللي بيتفرج علينا لا احنا دلوقتي. يعني انا القطعه ممكن اخد بتاعتنا كده، حضرتك ممكن تاخد كده قطعه قد احنا كده، بناخد القطعه المشاهد ممكن ياخد المتوسطه. قطعه قد كده، فالقطعه دي قد ايه بالظبط عشان اخدها واستمتع بيها وما تخنيش؟ احنا بناخد القطعة المتوسطة اللي هي بتكون تقريبا نص، يعني كف الايد. نص كف الايد. طب دي حلوة بالظبط، قوي على فكرة، دي كويسة جدا. دي كويسة بالظبط جدا. ومشبعة، وفي نفس الوقت يعني الواحد بيبقى خد كفايته منها، بس هي بتبقى قطعة واحدة ونوع واحد من الحلويات اللي المفروض اخده. مش قطعة بالشوكولاتة او قطعة هي دي بقى بالكاستر المشكلة. وقطعة بالمكسرات بالظبط وقطعة مش عارفة باللوتس، يعني لا
هي هي قطعة قطعة واحدة واحدة. وانا كده خدت احتياجاتي او اشبعت رغبتي من الحلويات اللي انا المفروض اكلها خلال اليوم بتاع بعدين دي على فكرة عندهم. حياتك فاجئتني يعني، دي قطعة كده، اه دي حلوة قوي. كويسة جدا. ما هي دي قطعة للشخص الكبير البالغ. طبعا الاطفال بيبقى النص، يعني ياخدوا بنقسم اقل. بيبقوا اقل، بيبقى نص الكمية بالظبط. طيب هو انا ممكن اكل القطعة دي واقلل من حاجة تانية؟ يعني لو انا مش عايز ازيد في الوزن، ممكن مش هاخدها بشكل يومي يعني، اكيد مش هاخد القطعة دي كل يوم، ولا بالظبط. ايه؟ لو لا انا لا عايز لا اخرج من طبعا مش رمضان كل خاسس. يوم، لا طبعا مش كل يوم. هي بيبقى مثلا يعني احنا طبعا في الايام العاديه بنقولها بشكل مثلا مره في الاسبوع، بحيث ان انا لو عندي شهيه الحلويات باخدها، ولكن في رمضان الموضوع يبقى صعب شويه لان المغريات كتير والحلويات كتير وقدامنا في كل حته. ايوه فعلى الاقل مثلا بناخدها مرتين في الاسبوع، يوم يوم، ما يبقاش كل يوم بنفس القطعة. ولو انا بعمل مجهود، يعني مثلا الناس اللي هي ممكن تنزل بعد الفطار بساعتين ثلاثة تتمشى او تعمل حركة، على الاقل لو كلت القطعة دي ابقى انا حرقتها في المجهود اللي المفروض اعمله، سواء إن كان مثلا هروح جيم او همشي، حتى لو مجرد المشي لمدة نص ساعة او 45 دقيقة، ابقى عملت شوية مجهود حرقت بيهم السعرات الزيادة اللي انا خدتها. طيب حياتك أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، تمام. فحياتك اللي فتحت بقى السيرة والموضوع، فلازم نسأل الرياضة ورمضان، هو الأكل الخاص بالشخص الرياضي في رمضان؟ يعني احنا عندنا كتير من ولادنا مثلا بيلعبوا رياضة تمام وبيصوموا، تمام تغذية الرياضي بقى خلال الشهر الكريم والرياضة في الشهر الكريم تبقى عاملة ازاي؟ يعني هل الشخص الرياضي أو الطفل الرياضي اللي هيصوم رمضان أو اللي بيصوم رمضان وهينزل بعد الفطار يعمل التمرين بتاعه أو يتمرن التمرين بتاعه، التغذية الخاصة بيه بتختلف عن الشخص اللي هو مش بيمارس رياضة وطبيعة اه حياته طبعا فيها يعني بيقعد أكتر بكتير، مش بيتحرك بشكل كبير؟ بيفرق جدا، احتياجاته بتفرق. الشخص الرياضي بمعنى كلمة رياضي غير الشخص اللي بيمارس رياضة بشكل عام، ده شخص وده شخص تاني خالص. الشخص الرياضي هو اللي بينزل مسابقات واللي عنده تمرينات بشكل مستمر وبشكل مكثف وبيحضر لبطولات، ده شخص رياضي سواء كان طفل او حد كبير. ولكن الشخص اللي بيمارس رياضة بشكل عام ده حد بيعمل اكتيفيتي كده، اكتيفيتي في اليوم، انا بنزل امشي ساعة، اروح الجيم ساعة، فده برضو بيبقى ليه احتياجات مختلفة. الرياضي طبعا الاكل بتاعه لازم، احنا طبعا عندنا 16 ساعة صيام، فاحنا المفروض ان هو في خلال الثمان ساعات التانيين دول هو المفروض ياخد كل احتياجاته من الاكل وبروتين بروتين وبروتين بروتين في كل حاجة بالظبط. فبنبدأ نقسم له الوجبات بتاعته بشكل طبعا مختلف تماما، غير نفس التوزيع اللي احنا كنا بنوزعها، بس طبعا دي بتختلف على حسب ميعاد التمرين بتاعه، مدته قد ايه، شدة حمل التدريب بتاعته قد ايه، التجهيزات بتاعت بيتمرن مثلا مرة ولا مرتين، كل ده بيفرق في ان احنا نبدأ نحط له الكميات والاحتياجات بتاعته في خلال فترة من السحور، من الفطار لحد السحور. يعني ما ينفعش دلوقتي انا كده بشكل عام اقول لكل الرياضيين ده النظام الغذائي الخاص بيكم، لا 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 طبعا، لان انا في بتختلف من حاجات لعبه بحسبها للتانيه، كتير. في العاب كمان ليها احتياجات مختلفه، صحيح. كل لعبه ليها احتياج وكل مرحله عمريه ليها احتياج، وعلى حسب التمرين اللي هم بيتمرنوه، في ناس بتتمرن مرتين، في ناس بتتمرن مره واحده، في ناس الاحتياجات دي في كلها فريق بتفرق. بالظبط فتمارينهم بتبقى وقتها اكبر بكتير ويعني محتاجة احمالهم بتبقى مجهود، عاليه جدا والشده بتاعتها بتبقى عاليه، محتاجة مجهود اكبر بكتير فاحتياجهم من حد للاكل مثلا بيكون بيروح اكبر. الجيم وساعة نص ساعة ده وخلاص. الشخص العادي اللي هو بيعمل اكتيفيتي كده، فانا بمشي احرق الاكل اللي انا اكلته، بروح اتمرن تمرينه برضو بتبقى مدتها ساعه في الجيم، لكن دي مش بالمعنى، ده ما يعتبرش رياضي بالمعنى الحرفي ان هو صحيح شخص رياضي. صحيح، ده حقيقي. طيب دكتور، الشخص اللي مقرر ان هو يمارس رياضة في رمضان لان هو عارف ان هو شهر هيبقى فيه اكل كتير، اكل متنوع، حلويات زي ما قلنا، فهو قال ايه؟ انا كده هلعب رياضة عشان خاطر ما اطلعش من الشهر الكريم وانا زايد جدا في الوزن، هلعب رياضة كده، امشي تمام. همشي كده شوية، يعني مش رياضة رهيبة ولا عنيفة ولا قاسية. طيب الشخص ده يلعب رياضة أفضل لي قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ يعني المشي ده حضرتك تفضله يبقى قبل الفطار ولا بعد الفطار عشان يجيب نتيجة
واخس. يعني انا دلوقتي التارجت بتاعي او الهدف بتاعي ان انا اخرج من رمضان وانا خاسس، تمام، او انا مش زايد في الوزن. تمام. العب رياضه امتى؟ فكره ان انا العب رياضه بمجهود او بشكل عنيف دي طبعا ما تنفعش خالص قبل الفطار مهما كان، حتى لو كان قبل الفطار بساعه، لان احنا في الفتره دي بتبقى المعدلات او مستوى السكر في الجسم خلص جدا وفي ادنى مستوياته، وبيبدا الكبد يفرز الجلايكوجين علشان يبدا يطلع سكر في الدم، فيبدا الجسم يبقى عنده طاقه ان هو يبدا يفضل مستمر الى ان يجي ميعاد الفطار. فانا لما اجي احط عليه لود كبير جدا او حمل رياضي عنيف جدا في الساعه اللي هي قبل الفطار، زي اغلب الناس بتحب تعمل، اللي هو انا هتمرن وبعد كده هروح اكل على طول فمش هيحصل لي حاجه، هو ممكن اصلا ما يلحقش يكمل الساعه، لان الموضوع مختلف من شخص للتاني. ممكن حد يكون عمل كده ما حصلوش حاجه، بس ده مش مقياس للصح. ممكن اتنين، ممكن تلاتة، كل دول تعتبروا يعني حالات استثنائية على حسب الشدة بتاعتهم وعلى حسب المجهود بتاعهم. في واحد بيتمرن بشكل عنيف جدا، في واحد بيروح يتمرن كده بشكل خفيف فقال لصاحبه انا بتمرن فتعالى نتمرن مع بعض، او انت اتمرن زي ما انا بتمرن، فيروح التاني يتمرن بشكل عنيف، يبدأ ممكن يحصل له حاجة اسمها هايبوجلاسيميا، او يحصل له هبوط حاد في الدورة الدموية، فممكن يحصل له حالات اغماء، ممكن المستوى السكر بتاعه يقل جدا في اسعار القلب، فمشاكلها كتيرة جدا. ان هو يتمرن وهو صايم وبالذات في اخر اليوم، دي من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يعمل. فبالتالي افضل حاجة ان احنا نتمرن بعد بعد الفطار، او ان احنا قبل نمشي الفطار نمشي، نمشي وما نمشيش واحنا يعني متحمسين قوي يعني بخطوه سريعه. لا ماشي عادي جدا، ماشي عادي بالظبط. هما بيقولوا انه المشي خلال الصيام او ساعات الصيام هو من اكتر الحاجات اللي بتخلي شخص يعني ينزل في الوزن بسرعه، يعني بالزبط. بيجيب نتائج حلوه، دي حقيقه. وهو ده اللي يعتبر ممارسه رياضه خفيفة بشكل خفيف فكرة. جدا ان انا بمشي يعني. وبتكون في اخر ساعه وبخلص، ما بوصلش لمرحله ان انا تمرين عنيف ممكن الجسم يحصل له هبوط حد مره واحده. طيب دكتور، احنا خلاص يمكن وقت الحلقه بينتهي وبنختم، بس انا مش ممكن اختم من غير ما اسال على ناس تزعل مني، حتى لو ما سالتش على الكحك. بقى داخلين على العيد احنا، وهيبقى في كحك وبتيفور وقريبه وحاجات حلوه كتير برضو، فازاي ندخل على الحاجات دي برضو ناكلها ونستمتع بيها من غير ما وزننا يزيد قوي، ومن غير كمان ما يحصل لنا ربكه، لانه احنا بنبقى خارجين من صيام وساعات عدد ساعات صيام طويله، وداخلين على حاجات فيها برضو دسم كبير قوي. ما هو البتيفور والغريبه والكحك ده ما هو مليان دسم يعني. طبعا سمن كتير. فنعمل ايه عشان معدتنا ما يحصلش فيها ربكه؟ لان احنا مش متعودين على الفطار، مش متعودين نفطر 11 الصبح مثلا على كوبايه شاي وكحك وبتيفور وبسكوت والحاجات الحلوه دي. اول حاجه احنا المفروض لما هنخرج من شهر رمضان يبقى في تدريجي من يعني بحجم الوجبات. يعني انا مثلا هيبقى في فطار، بعد كده هيبقى في مثلا وجبه شويه سناك، وبعد كده هيبقى في غدا، وهيبقى في عشاء، اليوم الطبيعي بتاعنا. ما ينفعش ان انا في اول يوم هفطر فيه، او يبقى اول يوم بعد رمضان يبقى الفطار بتاعي على كحك وبسكويت. احنا كلنا يا دكتور ما ينفعش ده، احنا كلنا كمصريين. ما هي دي المشكله، احنا كوبايه الشاي بلبن وطبق بقى مليان ايه بقى كحك وبسكوت وغريبه، ممكن دي تكون يعني وجبه سناك، يعني ممكن نخلي دي الوجبه اللي هي الثانيه، بس على الاقل يبقى اول لان انا لما باخد على الصبح بالذات بقى بعد 30 يوم صيام، ادخل الجسم اول حاجه سكر بشكل مفاجئ، ده هيعمل مشاكل كتيره جدا. اولا هيبقى الاحتياجات بتاعته هتبقى عاليه قوي اكتر، شرهته للسكر هتبقى عاليه جدا. فبدل ما هياكل واحده هياكل اتنين وهياكل تلاته وهياكل خمسه، وبعدين يقول دي كحكايه كحكه صغيره قد كده. بالظبط، هي الكحكه الصغيره اللي قد كده دي فيها كام سعر حراري؟ بتختلف على حجم من حجم الكحك، على حسب ما هو في مكسرات، في كحك فيه مكسرات، في كحك فيه ملبن، الحشو ده برضو بيزود حجم السعرات بتاعتها جدا. ولكن انا علشان استمتع بالكحك ده او عايز اكله فعلا، ما يبقاش هو اول وجبه، ممكن افطر عادي ساندوتش مثلا بيض، ساندوتش جبنه، ساندوتش اي حاجه الصبح كفطار، وبعدها بساعتين ثلاثه لما اجي هاكل حتى كحك مش هيبقى عندي الشهيه ان انا اكل الكميات الكحك الكبيره اللي هاخدها الصبح اول ما اصحى. يعني حضرتك ما بتنصحناش ان احنا نبدا يومنا
في اول يوم العيد بكحك وبيتي فور وبسكوت وكده، لا 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 طبعا احنا نفطر فطار نفطر عادي. فطار عادي. حتى لو يعني في ناس بتقول احنا الناس بتاخد الكحك والبسكويت دول على اساس ان انا ماليش نفس افطر، هو فعلا حقيقي ملوش نفس، لان هو متعود ان الوقت ده هو صايم، فالجسم مش متعود ان هو يدخل له اكل. حتى لو هياخد ربع رغيف، يعني ابدا اعود المعده ان في الميعاد ده هيدخل الاكل، فبالتالي يبقى ده ميعاد الفطار، وابدا ان انا تدريجي بقى كل يوم هتلاقي بعد 3 4 ايام اول العيد ما يخلص بقى ميعاد الفطار بتاعه محفوظ الساعه 10 الصبح او الساعه 11 الصبح، وبعدها بقى اخد السناك ككحك او بسكويت على مدار اليوم. وهو ده فعلا يعني حياتك لفت نظرنا للي فعلا بيحصل لنا بالظبط مع اول يوم العيد. اولا بيحصل لنا كلنا سوء هضم بشكل فظيع جدا، ربكه في المعده، يعني ما بتبقاش معدتنا مرتاحه، ولما بنبدا بالكحك والبتيفور والبسكوت بنفضل طول اليوم جعانين جدا وهنبقى مستغربين عشان بدأنا بسكر، بالظبط. فبالتالي شرهة السكر بتبقى عالية، وفي نفس الوقت الجسم بيحرق السكر بصورة سريعة جدا، المعدة ما بتبقاش متقبلة الأكل الكتير في التوقيت ده أو الدسم اللي موجود فيه، ففعلا بيحصل ارتباك وبيحصل تعب وبيحصل انتفاخات في البطن. صحيح، في ناس بيبقى معاها بيبقى عندها إسهال، في ناس اي بيبقى تحصل عندها كتير مغص، قوي، بيحصل كتير قوي في اول يوم العيد. لأن احنا بناخد حاجات فيها دسم على معدة فاضية، والتوقيت ده أصلا ما كانش فيه أكل. فبالتالي افضل حاجه ان احنا لازم نفطر فطار عادي علشان نهيئ المعده، ان احنا خلاص بقى خرجنا من الصيام وبدانا نخش في يوم عادي جدا، ودخلنا وجبه ما تبقاش هي اول حاجه بناخدها على معده فاضيه، فما يحصلناش كل المشاكل بتاعه الجهاز الهضمي اللي بتحس بيها بالذات في اول يوم بعد رمضان. دكتور، ايه اخبار المشروبات الحارقه اللي دايما بنسمع عنها؟ لانه الناس برضو بتاخد الكلمه دي وبتمسك فيها وتاكل زي ما هي عاوزه، وبعد كده تاخد بعد كده كوبايه شاي اخضر او بس مشروب الاعشاب الفلاني عشان ده اللي هينسف بقى كل الدهون بعد الاكل. المشكلة ان احنا يعني متعودين على الحاجات السهلة، زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بندور على السهل، اللي هو انا هاكل اللي انا عايزه وهشرب الحاجة. طبعا فكرة المشروبات الحريقة دي او المشروبات اللي بتخسس ده طبعا يعني اشاعات. اكذوبة بالظبط، كبيرة. بالظبط، هي دي ملهاش، دي خرافة ملهاش اي اساس من الصحة. هي الفكرة ان الشاي الاخضر والحاجات دي حاجات بتساعد على يعني مش بتحرق بشكل رئيسي، ولكن هي بتساعد في معدلات الحرق، بتساعد. يعني انا المفروض اكون بادئ الموضوع ان انا مثلا بمشي او بعمل مجهود او مثلا بعمل حركة، فمحتاج ان انا حاجة تساعد تعلي معدل الحرق، فبالتالي هو بيساعد على ان معدلات الحرق تبدأ تعلى تدريجي. ولكن هل لو انا شربت وانا قاعد في مكاني هخس ووزني هينزل؟ لا طبعا ده مستحيل، كان كل الناس خست وهي قاعدة على الكرسي. عارف يا دكتور، هي فكرة الاستسهال، لأنه كلنا الحقيقة لما بيجي موضوع الأكل ده والخسسان والدايت دايما بندور على الأفكار السهلة اللي هو انا هعمل اللي السهل انا عايزه للتنفيذ، وفي الاخر برضه يعني هخس. نتخيل يعني انه ده حتى سهلوا على الناس اكتر، وبقوا يقولوا للناس اللي ما بتحبش طعم الشاي الاخضر اهي كبسولة، في كبسولة شاي ناس كبسولة شاي اخضر للناس اللي ما بحس بتحبش ان طعم هي الشاي الاخضر. مش عايزه تشرب. يعني كل شويه بتطلع حاجات بتسهل علينا الدنيا، بس هي الحقيقه مش بتسهل الدنيا ولا حاجه، يمكن بتبوظها اكتر. بالظبط، فعشان كده احنا بنحاول صحيح، دايما نكون خلينا طبيعيين، صحيح. ونحاول ان احنا نحافظ دايما على شكل اكلنا، شكل الوجبه بتاعتنا، تنظيم الوجبات، الكميات بتاعتنا، كل ده محتاجين ان احنا نحافظ عليه بشكل مستمر. ورمضان كريم رمضان اكيد كريم كمان، يعني يبقى كريم معانا في ان احنا نخس اكيد يا بالظبط ان دكتور. شاء الله.